السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. على مدى العقدين الماضيين عانى القطاع الصحي في العراق من الإهمال والتهميش مما انعكس سلبا على المجتمع، وكان سببا في قلة المراكز الصحية الأولية وقلة الأدوية والطواقم الطبية، بما لا يتناسب مع الزيادة الحاصلة في عدد السكان. ولم تكترث الحكومات التي جاء بها الاحتلال بعد 2003 بواقع النظام الصحي في العراق، وضرب الفساد في قطاع الرعاية الصحية ووصل إلى حد انتشار الرشوة والمحسوبية والسرقة بشكل كبير، لدرجة أن صحة المرضى أصبحت في تدهور مستمر، وتحولت حقيبة وزارة الصحة إلى مغنم يتنافس عليه السياسيون بشراسة للفوز بها بهدف اختلاس الأموال من العقود الصحية، الأمر الذي جعل من الواقع الصحي العراقي في الحضيض. ومن آخر صور التدهور التي تعد سابقة في العالم ولم تحدث من قبل ما حصل في مستشفى تشوادر في مدينة الصدر شرقية بغداد، حينما نقل مريض إلى ثلاجة الموتى قبل أن ينتبه ذووه إلى هذه الكارثة ويخرجوه من ثلاجة الموتى إلى داخل المستشفى لتلقي الرعاية مجددا. ولكم أن تتخيلوا إلى أي مستوى وصل له القطاع الصحي في العراق. لنشاهد. عديل؟ عديل مسافة شوادر؟ خلوه بثلاجة. هذا عديل مسافة شوادر؟ هاي مسافة شوادر. عديل مخليه بالثلاجة. صار ساعتين الدم يجري واحنا انتباهش عليه. تالي ما تالي عديل هاي شوفوا هسه ودوه. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، حيث تحولت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي داخل المستشفيات إلى ظاهرة خطيرة تهدد صحة وسلامة المراجعين في المستشفيات العراقية، مع إمكانية تعطل الأجهزة الطبية وتأثيرها على أرواح الراقدين في تلك المستشفيات، خصوصا الأجهزة الحيوية المرتبطة بالتنفس وغيرها. في هذا السياق أظهرت صور متداولة من إحدى المستشفيات لجوء ذوي المرضى إلى توفير الهواء لمرضاهم من خلال الألواح الكرتونية في محاولة منهم لتخفيف وطأة الحر على المرضى في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء وتوقف عمل منظومة التكييف المركزية التي تتجاوز في بعض الأوقات درجات الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان خلال هذه الفترة من السنة، وسط استغراب من العراقيين بشأن مصير الوعود التي أطلقها محمد الشيع السوداني بداية تشكيل الحكومة، حينما علق على الخدمات الطبية السيئة في مستشفى الكاظمية بجملته الشهيرة: الله لا يوفقني على هذه الخدمة. دعونا نشاهد. دعونا نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذين المقطعين. حمزة يقول: لا تهفون لا يعاقبوكم، ممنوع واحد يهف في داخل مؤسسات الدولة. تعليق من رياض يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لو أولاد المسؤولين تمرضوا هم يكون هذا حالهم؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. أكرم يقول: السوداني مثل ألو عماد، دخل المستشفى الكاظمية سوال هوسة وراح غلس على وضع الصحة بالعراق. تعليق من هاشم يقول: يعني ماكو مسؤول محافظ مدير مستشفى يشوف حال المرضى؟ ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. عزت مصادر محلية أسباب سوء تنفيذ المشاريع في محافظة ذي قار إلى جملة من الأسباب، من بينها
سوء اختيار الشركات وشبهات وصفقات فساد في إحالة المشاريع على هذه الشركات وتدخل بعض الأحزاب والنواب في هذا المجال. واستغرب مدونون من أبناء محافظة ذي قار من حجم الاهتمام بمشاريع النافورات التي تنفذ بشكل مستعجل ودون مراعاة للشروط لكي تحسب على المواطن مشروعا عملاقا بتكاليف باهظة، كما حصل مع نافورة لفظ الجلالة في الناصرية والتي كلفت 221 مليون دينار عراقي، والتي جرى إنجاز شبكة صرف المياه فيها بشكل بدائي وإلى الشارع مباشرة، ما تسبب بفيضان في محيطها. دعونا نشاهد. رسالة لحكومة النافورات والمقرنص، احنا بقمة التطور ب 2023، وشوفوا يا مواطنين يا اهالي الناصرية، اكو هيجي تقنيات تسوي تصريف البنزين بالنافورة بالشارع، وشوفوا عندكم الشارع فايض، عبرت هنا المصمم، عبرت هنا المنفذ مسوي البنزين مالته على الشارع، وشوفوا عندكم يعني الحسين ما سلم من عندكم، حتى الله ما سلم من عندكم، هذا موسمها على الله نافورة لفظ الجلالة، على الأقل انطوا هذا الاسم حقه يا حكومة المحلية، عيب مو خزيتونه، سعرها 250 مليون هاي النافورة الوحدة كلفت الدولة، ما تعرفون تسوون بجد. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، لكن نبقى في محافظة ذي قار التي تحول اسم محافظها بحسب أبناء مدينة الناصرية من محمد هادي الغزي إلى محمد نافورة، في إشارة إلى حجم الفساد الذي يشوب تنفيذ مشاريع النافورات في مدينة الناصرية والمبالغ الضخمة التي تبدد على هذه المشاريع دون أن تخصص الأموال لمشاريع حيوية تنتشل الناصرية من واقعها الخدمي المأساوي، حيث كشف مدونون عن وثيقة لعقد إنشاء نافورة أخرى بطول 10 أمتار وبقيمة 247 مليون دينار عراقي في كلفة باهظة أخرى لمثل هذا النوع من المشاريع. دعونا نشاهد. هاي النافورة نجي خلنا نجي نكشف مالتها من الأخير. الأعمال الكهربائية واللي تشمل التسليك وهاي الهوسة يحطونها كلها، هي هاي ماكو شيء، يعني هاي الهوسة كلها نختصرها نقدر الحين بواير يربط هذني، تعالي يربط هذني شوف هاي الأعمال الكهربائية، شوف هذا البور الطايح بالقاع والشناطات، شوف وضع الشناطات هذني، عارف الشناطات ذني مال الكهرباء، تأسيس الكهربائي، هذا مبلغ نشوفه 35 مليون الأعمال الكهربائية اللي هن ذني، هاي البواري اللي طايحة اللي ما أعرف، هاي البهذة اللي تشتغل 35 مليون، يكون تجهيز وتركيب النافورة من حديد الكلفانيز وهاي الهوسة كلها اللي هو هذا الحديد المشبش والبواري 11 مليون على شنو؟ على هذا الكاكل البلاستيك 11 مليون، وعلى هذين اللي حداد يشتغلون هذا، لهذا الحديد المشبك، هذا الحديد المشبك اللي هو اي واحد يشتغل على داين النرمادات، وعلى هذا الكوبون، هذا الكوبون اللي حتى ترايش ما بي هذني زين، تجهيز وتركيب مشبك كالفانيز هذا وحده يحيط بالنافورة من الاعلى بسمك 2، هذا شوفه تكلفة مالته، تفضل اقروها شوفون كم صفور، 1 2 3 4 5 6 7 30 مليون هذا. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. علي يقول: يسوون نافورة والعراق كاتل الجفاف، والله مضحكة. تعليق من حازم يقول: هذا المبلغ يمكن بناء مدرسة متعددة الصفوف والخدمات الأخرى به، لله المشتكى. أحمد يقول: لو بانين بيهن 5 بيوت للفقراء مو أحسن؟ ملتهين بالبوابات والنافورات وعايفين الناس بالتجاوز؟ تعليق من أبو حسين يقول: أين النزاهة من هذا المشروع العملاق ومن قام به؟ إلى متى يظل البلد منهوب من قبل الحرامية؟ نافورة تشتغل بس بالليل وما بها أي شيء يسوى، وهذا المبلغ الضخم مو كافي بوق ونهب؟ مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا أول اتصال من السيد أبو مريم من السويد، تفضل يا أبو مريم، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، السلام عليكم، تحياتي لحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمستمعين حياك الله. بالبداية أحب أنوه عن نقطة جدا مهمة،
بس علي صوتك شوية يا أبو مريم. أستاذ محمد، اللي يحدث بالعراق هو مو عبارة عن فوضى باعتقادي، وهو عبارة عن خطة مدروسة من عام 2003 وحتى قبل عام 2003. الآن اللي نشوفه بالعراق هذه خطة مدروسة بدأت بعد 2003 باعتقال وقتل ضباط ومن ثم تهجير وقتل كل الكفاءات العلمية اللي كانت موجودة على صعيد الأساتذة والأطباء، وبعدين الحال اللي وصل إلى العراق وبالأخص في قطاع التعليم. هذا ناتجه، هذا الناتج النهائي اللي وصلنا له حاليا، أنه البلد مشظى مشرم. هؤلاء الناس هم عبارة عن سلطة وليس الدولة، والدليل يعني بناء على ما تفضلت به، وهذا الشيء عايشه كل مواطن عراقي، كل يوم يمر على المواطن هو أسوأ من اللي قبله، وهذا الموضوع يملأ قلوب المواطنين العراقيين حقدا وكراهية ضد هذه الطبقة اللي دا تحكم العراق صار لها 20 سنة. ما يخافون من غضبة الشعب العراقي؟ أستاذ محمد، ما يخافون لأنه هم بالأساس ما منتمين للعراق. الانتماء هي موجة، وإن كان الانتماء شيء آخر، بس ما يخافون على نفسهم من هبة شعبية قد تسحلهم بالشوارع؟ باعتقادي أنه الآن هم ظهورهم محمية بالميليشيات، لأن الميليشيات هي اللي تقود الدولة، ماكو نظام. الجيش خارج إطار التغطية تماما، ويعني خلاص أصبح في عداد الميتين. المجتمع المدني هجر وقتل، ومن يتحدث يتعرض إلى مأساة في العراق حاليا. هذا الناتج النهائي مثل ما قلت لك في البداية، أنه الموضوع هذا مبرمج، وأرادوا أن يوصلوا العراق إلى هذا الحد وإلى هذا الوضع لتستفيد منه دول الجوار والدول الإقليمية اللي هي أساس هذا المخطط. عراق ضعيف، يعني البارحة أنا شفت التعليق مضحك جدا في اجتماع رئاسة وزراء في زمن عادل عبد المهدي، حين مناقشة الوضع العراقي الكويتي، وزير يفتح الهاتف مباشرة من داخل الاجتماع ليستمعون له في الكويت، وفي اليوم الثاني يعاتب رئيس الوزراء بين قوسين طبعا رئيس الوزراء، لأنه تحدث كلام قاسي عن دولة الكويت. هذا هو العراق الجديد. طيب أنا أشكرك سيدة أبو مريم من السويد، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لحضرتك. ويانا السيدة زهراء من بغداد، تفضلي يا زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زهراء تفضلي. احنا مجموعة طلبية يعني نقدم شكوى، يعني رئيس التعليم العالي وزير التعليم الدكتور نعيم العبودي. طيب. على الامتحانات التقويمية صارت بالعراق. بس وحدة وحدة، انتو يا تخصص زهراء؟ بس يعني احنا مجموعة طلبة. نعم يعني نعم، انتو طلبة شنو يعني، يا كلية يا معهد يا قسم؟ انا قسم طب اسنان مرحلة ثالثة. طب اسنان، يعني انتو مجموعة؟ مجموعة طبية مرحلة ثالثة قسم طب الاسنان. نعم تفضلي. يعني احنا الطلاب يعني مرحلة ثالثة اسنان، يا ريت يوصل صوتنا للوزارة. احنا خلصنا دوام الكلية يعني بتاريخ 13/5. نعم. واحنا المواد الوزارية يعني عندنا مادة الأشعة مكملين فقط 11 ملزمة. طيب. ويعني وبالأصل هنا 20 ملزمة. ومادة السير جريم خاصين فقط 14 ملزمة. يعني قبل الامتحان الفاينال نزلونا، يعني قبل الامتحان بأسبوع، ما أقدر أذكر كلية لأن خاف يعني كل شيء يصير أو شيء. تمام. فنزلونا ملازم البقية. فإحنا هنا وزير التعليم الدكتور نعيم العبودي شاف إن الكلية أو الدكتور شو بده يدرسون، يعني نقطة هذا القرار. زهراء بس حتى يعني أفهم منك بشكل أدق، يعني أنتم كملين 11 ملزمة من أصل 20، وجاكم الامتحان بس لحظة، 11 ملزمة. نعم. ويجي الدكتور قبل يعني قبل أسبوع من الفاينال، والله أنا يقول ما كملت الملازم، التعليم هو هيج، أو يقول لا روحوا رح يلغوكم. يعني بمعنى أنه أنتوا دخلتوا الامتحان وأنتوا ما مكملين المنهج اللي عليكم.
اي ما مكملين يعني المنهج، احنا اصلا ما مكملين ولا نعرف انه لا. الدكتور من قال دكتور التربيه يعني وزاره التعليم عفوا قالت انه هيك يعني قرار الغاء شرط النجاح موجود، قال لا شرط النجاح يملكم اياه وهيك هذا فتره ويروح، انتم مقروزين ال 11 ملزمه والله كريم عود البقيه. يعني الدكتور نعيم العبودي اذا يجي وهيك يشوف قرار من ابطال شرط النجاح، يعرف الدكتور يعرف الدكاتره يعرف ضمير بعض الدكاتره، يعني اذا هو عنده ضمير ترى اكو بعض الدكاتره بعده اصلا اي ضمير. سؤال يا زهراء، الحاله هاي صارت عندكم بكليتكم بس لو في جامعات اخرى؟ بعض الجامعات وانا متاكده نصف العراق او نصف جامعات العراق صارت وياها هاي الحاله، يعني بعض الجامع يعني انا بالنسبه لجامعتي انا جامعتي ما اعطت حق الماده، ما اعطتها من كل ناحيه، من ناحيه العملي احنا ما يعني العملي حتى الصور يقول لك انت اقرا عملي، حتى يريدون يعني اطالب الدكتور نعيم العبودي باجتماعهم يوم الخميس انه يشتغل العملي، حتى لو انه قالوا يعني العملي راح يحسبونا، هذا العملي احنا ما نعرف مختبرات ما ندري، ما نعرف شنو مختبرات او يعني حتى مختبرات ما يشوفونه، يقول لها هي دراستهم اهليه هيك تلاوات. يعني اي على اي اساس يدرسون تلاوات ويعطون قرار شرط النجاح؟ على اي اساس هم جاي شايف الكليه شو تدرس واحنا على رغم كليتنا يعني على اساس تصنيفها الثالث بالعراق. تمام. على فكره هو ماكو مشكله، ماكو مشكله من ذكر اسم الكليه، يعني ما راح تنظريني بشيء انت. اذا انت تريدين توصلين مناشده يسمع صوتنا ويكون اجتماع يوم الخميس زهراء بس اسمعيني. إذا تريدين توصلين مناشدة وتقدمين شكوى عن طريق القناة عن طريق البرنامج، فأنت إذا تقدرين تذكرين المكان اللي تدرسين به أو الجامعة اللي مسجلة بها أو كذا، حتى تكون المعلومة واضحة بشكل كامل، لأن احنا بالنهاية إذا نعوف الموضوع عام ما ندري بيا كلية وبيا جامعة، وبالتالي ما توصل ربما الرسالة أو الشكوى بالشكل الصحيح. أني أتمنى أني يعني يعني أتمنى من الدكتور إنه قبل يعني إحنا الجامعة أنا ما أقدر أذكر اسم الجامعة صراحة. كيفك؟ إني يعني أعرف. بكيفك. زهراء أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة، نتمنى لك التوفيق أنت وكل الطلبة في كليتكم وباقي الجامعات. شكرا للمشاركة. طبعا وضع الطالب أمام الأمر الواقع بهذه الطريقة، هذه شكوى من طالبة في كلية طب الأسنان. ما مكملين المنهج و يعني فرض عليهم الامتحان وهم ما عندهم يعني خلفيه كامله على كافه المنهج على مضمون المواد اللي يقروها واللي المفروض يمتحنوها، باعتبار انه الدكتور المسؤول ما غطى لهم الماده بالشكل الكامل. هذا هو السبب اللي دعا زهراء الى الاتصال وتقديم هذه الشكوى، لعل وعسى وزير التعليم العالي يستمع لهذه الشكوى وهذه المناشده. طيب عندنا رسالة. أبو ضحى من بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة قناة الرافدين. في مثل هذا اليوم عام 1988 انتصر العراق وخاض حرب 8 سنوات ضد الفرس، وهذه الحرب التي جرعت إمامهم الشيطاني كأس السم، واليوم الذكرى 35 لتحرير الفاو مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم. رسالة عندنا، رسالة من أحد الأشخاص يقول: التعليم في العراق تحطم، الفساد الإداري والمالي والأخلاقي نخره نخر. مشاهدينا دعونا ننتقل الآن إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. طيب، يسير العطش في العراق وقلة الموارد المائية بشكل متسارع إلى مناطق واسعة من البلد نتيجة النهج الحكومي والسياسات التعسفية والفاشلة التي تسمح بهدر ثروات العراق المائية. ويشهد العراق منذ سنوات انخفاضا كبيرا في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، ما أسفر عن جفاف بعض البحيرات والأنهار الفرعية، فيما ترجع وزارة الموارد المائية الأسباب إلى قطع دول المنبع الإمدادات المائية عن العراق. ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغيير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في أيام فصل الصيف أكثر من 50 درجة مئوية.
ويقدر خبراء كمية مخزون المياه في العراق بأقل من 5 مليارات متر مكعب، منها 3 مليارات هي مخزون ميت لا يستفاد منه، والمخزون الحي المستخدم هو 2 مليار فقط. لكن العراق لجأ إلى استخدام المخزون الميت من بحيرة الثرثار باستخدام مضخات عائمة تضخ هذه المياه، وهي مياه مالحة وملوثة لا تصلح للزراعة. وباتت صور الجفاف في قرى جنوب العراق من المشاهد المألوفة، حيث ناشد سكان القرى في قضاء النجمي بمحافظة المثنى الجهات المختصة للنظر لأحوالهم بعد أن أنهكهم الجفاف وقلة المياه الواصلة إليهم. دعونا نشاهد. هذا ماي قرية الحوش، تقريبا 30 بيت فني بدون ماي. هاي سادس يوم، ثق بالله وبرسوله، سادس يوم ماكو ماي. يا محافظ المثنى، يا محافظ المثنى، الله شاهد، الله شاهد، سادس يوم بدون ماي. وهذا الماي نغسل بيه، هذا الماي نغسل بيه، تقبلها؟ يقبل ضميرك؟ يا محافظ المثنى احسبنا نازحين، احسبنا نازحين. يا علي حبتور احسبونا نازحين، قرية الحوش نازحين، ودونا ذناكر، ودونا اي شيء، احسبونا نازحين، احسبونا لاجئين. عم الدول هسه مو تاخذ لاجئين؟ احسبونا لاجئين، ما عندكم رحمة؟ يا علي حبتور ما عندك رحمة؟ زين انا اريد تنكر اي منك اقص وصل، زين الوصل ب10,000 وبتنكر الا يفرغه كله، يعني ليش انا ما يروح؟ تقبل هالشيء هذا؟ تقبلون هالشيء؟ زين ذاك اليوم اجى محافظ المثنى 5 أنهار ما ادري 6 ابن زريج، سال قال له هالمنطقه منين تشرب ماي؟ يا محافظ المثنى سالت انت؟ قلت هذا السلف مال ابن زريج منين يشرب ماي؟ نبقى مع نفس الموضوع وننتقل الى مقطع اخر. وفقا لتوقعات مؤشر الإجهاد المائي، فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن يصل النهران العظيمان إلى المصب النهائي في الخليج العربي. وتضيف الدراسة أنه في عام 2025 ستكون ملامح الجفاف الشديدة واضحة جدا في عموم البلاد، مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد. وعزى مختصون في مجال البيئة تفاقم أزمة نقص المياه إلى عجز وزارة الموارد المائية عن تقديم الحلول وغياب الخطط للحيلولة دون استمرار الكارثة، مؤكدين على عدم وجود مساعٍ حقيقية وخطة مدروسة من شأنها أن تنقذ مناطق العراق المتضررة بسبب الجفاف. وأشاروا إلى أن حكومة الإطار التنسيقي لم تضع خطة 5 أو 10 لتجاوز الأزمة، لأنها جاءت من أجل مغانم مادية ووفق نظام المحاصصة دون أن تعير أي أهمية للشعب العراقي والبلد، ولذلك تكون إدارتها لهذا الملف المهم فاشلة. ويرى المختصون أن البلد مقبل على كارثة بيئية وجفاف حقيقي يتطلب التحرك العاجل لإنقاذه. في هذا السياق ناشد أبناء القرى في قضاء السوير الجهات المختصة لمد يد العون لهم وانتشالهم من أزمة الجفاف التي تضرب قراهم للحد من تبعاتها الخطيرة. دعونا نشاهد. هذا حال مشاريع، هاي مشاريع على ذناء بالسوير، عدمن تشتكي، عدمن تشتكي، لا دولة لا مدير ري، قطعنا العطش. وهذا حالنا، لا الحيوان مات، الطير مات، احنا راح نموت من وراء جفاف مدير الري يمنع لنا تشغيل ذناء بالسوير. وهاي المشاريع كلها على ذنائب السوير، ماكو، ما خلينا اي باب ما طرقناه، احنا صايرين بالنص بين الذنائب وبين الفرات ومحروم علينا قطرة الماء. مستمرون ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من تداعيات تزايد نقص المياه وتلوثها والعواقب الوخيمة على العائلات العراقية واقتصاد البلاد. وذكرت المنظمة أن الفشل في تخفيف مخاطر المياه يمكن أن يسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والبطالة، ويؤدي في النهاية إلى مشاكل واسعة النطاق في العراق. ودعت الجهات الحكومية إلى الاعتراف بأولوية إدارة الموارد المائية واتخاذ الإجراءات الصحيحة. وتابعت المنظمة أن من المهم إدارة الموارد المائية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بما في ذلك طبقات المياه الجوفية والأنهار
وكذلك حصاد مياه الأمطار. في محافظة بابل أظهرت صور ملتقطة من ناحية النيل حجم الجفاف الذي ضرب الناحية وتأثيراته على السكان فضلا عن المزروعات والحيوانات. دعونا نشاهد. والله العظيم والله العظيم هاي أمهاتنا ودول أبهاتنا، وشوفوا جهلاننا، النهران يمسد، شوفوا الحالة جاي نوصل لكم، والله النهران يمسد، ثق بالله ورسوله، جهلانة صارت بها جرب، والله العظيم جرب صار بيهم، مي ماكو، مي برين حتى القاع جفت، من الله تحفر القاع ما بيها مي، المن الوصل صوتنا بعد، المن الوصل صوتنا، شوفوا جهلانة والله متنا والله، حتى المعلق بالعربانة ماكو ما يغسل، يا معودين شوفوا نشارة، نطالب نواب بابل، نواب بابل حج أمير، أستاذ ياسر من ودكم، شوفوا لنا حالة ورا الدول إحنا، هاي ناحية النيل ورا الدولي، قرية العمار، والله متنا، والله العظيم متنا، نهران يمسد، الجداول يمسد، نمشي عليكم الحسين، شوفوا حالنا، والله هاي جهلاننا، خلي يجينا أي مسؤول يشوف النهران، حتى الهوش بعد ما يشرب مي، ماكو مي برينة منين نطيهم، وهاي عمامنا وهنا وأمهات تسألهم. عمكم هاي؟ لا ماكو. أعرفك بالحسين. والله ماكو. إيه شوف أصل صورة ال. النهائي المي ماكو برينا كفت. جيب بالستوتة سل يوم الستوتة. عم تجيب بالستوتة مرة مرتين شو تجيب؟ شراب. السبحة الصغار. جهنم ماتوا والله جهنم ماتوا. جهنم حلالنا ما. وين نولي ما وين نروح؟ نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. تعليق من إحسان يقول: من أصعب أنواع التهديد هو تهديد الإنسان بمقومات الحياة الطبيعية. حامد يقول: يا بقسما بالله هاي الدولة عاجزة بإدارة البلد، يعني باختصار لا حياة لمن تنادي، الفساد مستشري والشغلة تعبانة. حسن يقول: ماكو حل غير المظاهرات، لأن ريف العراق كله بكل محافظاته يعاني من شحة المياه. تعليق من إيهاب يقول: الله يكون بعونكم، أبسط مستحقات الحياة الحكومة ما وفرتها، حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهدينا معنا الآن بعض الاتصالات. من معنا الآن؟ سيد علي من واسط، تفضل، حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ، عندي مناشدتين، مناشدة إنسانية عن طريق قناتكم الكريمة إن شاء الله. نعم. المناشدة الأولى الإنسانية موجهة لوزير الصحة المحترم. نعم. أخي، إحنا محافظة واسط قضاء الحي، يقع جنوب محافظة واسط تقريبا بعد 45 كيلو عن محافظة واسط للجنوب. نعم. يعني أتمنى مناشدة إنسانية، الله يرحم هالناس هذه، بس خلي ود وزير الصحة خلي يودي وفد طبي إلى مدينة الحي، قضاء الحي. تمام. طيب، شنو مشكلتكم بالقضاء؟ أمراض منتشرة اللي هي الفشل الكلوي، أطفال وشباب قاعد تروح والله بالشهر إلى أبو 2-3، خلي يودي وفد ويشوف بعينه حتى لا يكون حتى يكون أمام عينه. شنو السبب لحد الآن؟ هاي صار تقريبا 6 أشهر أو سنة والناس خطية قاعد تجمع فلوس وتودي كل شخص 70-80 مليون ويزرع كله، وثاني ورا شهر 3-4 يموت يتوفى الشخص، الباحث وفوا للشهر. ما عندكم بالقضاء ما عندكم بالقضاء مركز تخصصي لغسيل الكلى؟ يا أخي اكو غسيل كلى جابوا هنا، بس اريد نعرف سبب هذا الامر، هذا المرض المنتشر الفشل الكلى، وشنو سببه؟ يعني اكثر الناس يقول بسبب الماء الارو، الماء الارو ماكو رطابه يا اخي ماكو رطابه، يعني هذا يجي يفتح له قبل شو اسمه محطه مال الماء الارو يضل يبيع، لا رقابه لا حساب، ويجي هذا مقادير حسب مزاد الشخص، والله العظيم يعني اذا مو شهر 2-3 فشل كلى. وهسه لحد الان قبل اسبوع جمعوا 70 مليون الطفله اسمها فاطمه عقاله، لا تعرفونها من الموفقيه تقع شمال قضاء الحي. نعم. واول تبح نشوا طفل هم عنده فشل كلى وهم يحتاج الى 70 مليون. نعم. والناس تلمها الهيئات تلمها من الربع والالف دينار، يفترون بالسوق يقضون الطرقات. ليش؟ يعني احنا مو بشار يا اخي ماكو انسانيه، خلي يودي وفد يشوف شنو سبب هذا المرض. نعم. هذا الانتشار في قضاء الحي، ليش هذا فشل كلى وخطي هاي الشباب؟ نعم. سيد علي، يعني أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وصلت الرسالة إن شاء الله تصل إلى من يسمع وإلى من يهمه الأمر، والمفروض حقيقة
هذه الأمراض المزمنة يكون هناك دعم من الحكومة لأصحاب الأمراض المزمنة خاصة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية حتى تخفف عليهم مو بس ألم المرض وأيضا تخفف عليهم من الضغط أو أعباء تكاليف العلاج الحقيقة الباهظة الآن الموجودة في العراق إن كانت متوفرة في المستشفيات الحكومية أو الأهلية. نستمع للسيد أحمد من ألمانيا، تفضل حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخي أنا أستمع للفيديوهات اللي تعرضها جنابك وللمداخلات اللي يعني يعرضها المواطنين الكرام. الحقيقة العراق عبارة عن مشاكل متراكمة من 20 سنة ولحد الآن، مع الأسف لا يصلح، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ أخي مشاكلنا في كل قطاع من قطاعات الحياة، في قطاع الصحة، في قطاع الماء، في قطاع التعليم، في قطاع الأمن، في كل مناحي الحياة. المشكلة هي في تسنم المناصب من ليسم له بأهل، يعني هؤلاء يديرون البلد كما تدار حسينية أو موقف حسيني، وهذا لا يصح يا أخي. لو أن هذا الجفاف الذي حصل في أهوار العراق الآن لو حصل في زمن النظام السابق لقالوا الطاغية صدام حسين جفف الأهوار حتى يقضي على المجاهدين. الآن ما شاء الله المجاهدين ومن يدعوا أنهم مجاهدين ومن يدعوا أنهم يتبعون الإمام الحسين وعلي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهما الآن هم متسننين للسلطة. الأهوار جفت، الأنهر جفت. أنا أخشى ما أخشى أن يكون يعني كل مرجع ديني يعني يهيئ بطانة ويهيئ ميليشيات استعدادا لجفاف نهر الفرات وانحساره عن جبل من ذهب. هم هذا اللي يريدونه. وين أئمة المساجد؟ وين مراجع الدين؟ وين الوكلاء لمراجع الدين؟ وين هم هذول اللي مثلون الشعب؟ وين أعضاء البرلمان من رفع هذه الشكاوى إلى الجهات التنفيذية؟ أخي إحنا مشكلتنا أنه نشوف المشكلة ونحاول أنه نحط يعني نضكعها أساليب ترقيعية. أساليب التوقيع لا تنفع بالعراق، يجب وضع خطط مدروسة. جنابك تقول خطة خمسية وخطة عشرية، أخي هم عندهم خطة أسبوعية حتى عندهم خطة خمسية. أخي هؤلاء لا يصلحون للشيء، وهذا أولا وأخيرا التقصير أولا وأخيرا. يعني أنا مقصر وجنابك مقصر والشعب العراقي مقصر. منو ينتخبهم؟ منو يجيبهم؟ والله ثم والله ثم والله لا وجود للعراق بعد 10 سنين أخرى إذا هؤلاء استمروا بالحكم. علينا مظاهرات ما تفيد. أخي الكفاح المسلح الحديد لا يفل إلا بالحديد، لربما هذا خارج نطاق سياق قناتكم، ولكن أنا أقول ورأيك ورأيك بالنهاية يعني الموضوع بعيدا. رأيي الشخصي أنا مسؤول عن أمام القانون. أخي مظاهرات هذه مضيعة وقت. الكفاح المسلح على بيش يعتدي على الدجاجة، نتعارك بالهوانات والقاذفات والرباعيات والمدافع المتوسطة على شرفنا وغيرتنا ومرضنا وصحتنا وتجارتنا وكسبنا. مع الأسف خانعين خنوع الأذلاء مع الأسف. أنا أقول 90% من الشعب العراقي ولا وعنا مع الأسف وصلنا لهالمرحلة هذه. لا حياة لمن تنادي مع الأسف. مع الأسف مع الأسف بلد يباع، زراعة تقتل، صناعة تعدم، تلوث بيئي. أصبح العراق مقبرة لكل نفايات العالم السامة. فشل كلوي عند الأطفال وليس عند الكبار. طبعا المي غير صحيح، الأكل غير صحيح، كل شيء ملوث، كل شيء مسرطن. هذا الواقع مشتكى إلى الله. أنا أشكرك سيد أحمد من ألمانيا، شكرا جزيلا للمشاركة. رغم المشهد السوداوي اللي يعني حضراتكم تعرفوه وأغلب من يتابع الشأن العراقي يعلم بحقيقة الأمور في العراق وطبيعة الصورة السوداوية التي يعاني منها طبعا أبناء البلد، لكن هناك دائما بصيص أمل بالرغم من هذا المشهد السوداوي، حيث نظم أطفال منطقة العظمية في بغداد من حفظة القرآن الكريم مسيرة حاشدة في شوارع المدينة في تقليد بغدادي بعد انتهاء الدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم ردا على الإساءات الأخيرة للمصحف الشريف. وانطلق حافظو القرآن من أطفال منطقة العظمية من جامع الرحمن الرحيم في شوارع الحي البغدادي بعد انتهاء الدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، وتخللت المسيرة هتافات تعبر عن تمسك المسلمين بالقرآن الكريم في ظل الهجمات التي تعرض لها. دعونا نشاهد.
كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب فكر منير. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. عبر أئمة وخطباء العظمية عن إدانتهم للإساءة للمصحف الشريف وعدوا تخريج دورة حفظة القرآن الكريم ردا مناسبا على من دنس المصحف الشريف من متطرفين في السويد والدنمارك، فضلا عن رد قوي بوجه من أساء للصحابة رضي الله عنهم وحاول انتهاك حرمة منطقة العظمية عبر الإساءة للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان من قبل بعض دعاة الفتنة. دعونا نشاهد. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. علي الحلبوس يقول: بارك الله بكم على هذه الوقفة المشرفة، نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم. تعليق من محمد سلمان يقول: الله يبارك لهم والقائمين عليهم ويجعل العظمية دار أمان لأهلها وساكنيها والأشراف الذين يمرون فيها ومنها. وداد تقول: حسبي الله ونعم الوكيل على المندسين، وإن شاء الله تبقى العظمية شامخة برجالها وشبابها، يا رب احفظهم واحفظ العظمية. وتعليق من أريج تقول: والله ما أعرف الواحد شريد يقول، بس بهالوقت السكوت عن سفاهة الحمقى أعلى مراتب الكرامة والأدب، ربي يحفظ العظمية وأهلها. نستمع لرأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. تحياتي، حياك الله أستاذ محمد وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. كل الهلا، تفضل يا رب. أستاذ محمد، إحنا هذا الشخص اللي هو بالميليشيات الحشد، هذه الفتنة اللي صارت اللي قبل فترة، هذه احتيادي من الأمور، الناس اللي تربى مع هذه الميليشيات وميليشيات الحشد هذول ما عندهم مخافة الله. فحفظ القرآن اللي للأسف هذا الشخص نقدر نقوله يعني قتلوا وسووا مجازر، حرقوا جوامع، يعني كلهم معروفين من ضمن الميليشيات اللي بلكن 2006 و2005 كيف حرقوا المساجد وكيف حرقوا الجوامع اللي دمروا واللي قدوا من أبناء شعبنا. هذا متربي على ناس يعني قتلوا وناس مجرمين. فمثل هيك شخص يخرج من عنده كل شيء أن يكون هذا للأسف هذا ما عنده مشكلة ويا أحد. ليش الحكومة يا أبو عمر ما تمنع التصرفات الطائفية والاستفزازية من دعاة الفتنة في مناطق معينة في بغداد وفي محافظات أخرى؟ ليش ما تعتبرها جريمة إرهابية وتحريض على الفتنة الطائفية وتصدر بحق هؤلاء اللي يدخلون إلى مناطق في العظمية إلى الجوامع يرددون هتافات وشعارات وشتم للصحابة؟ ذولا وين هم من القانون اللي يجرم إثارة الفتن والنعرات الطائفية؟ وين هم؟
استاذ محمد هذول الناس اللي يفترون يعني اللي نعرف فيهم لحد الان طائفيه عندهم ويتكلمون بلسان الطائفيه. تمام تمام. الدوله وينها عن ذولا يا ابو عمر؟ برايك وين الدوله عن ذولا استاذ؟ الدوله ما احنا ما عندنا دوله، احنا ما عندنا سيطره على الناس. الحكومه وينها؟ اللي ممثله بمحمد الشاه السوداني وعبد اللطيف رشيد ومحمد الحلبوسي وهاي الاحزاب والميليشيات، وينهم من دعاة الفتنة الطائفية؟ ليش ما يوقفونهم بالمرصاد إذا هم كانوا صادقين وجادين بأنه هذا عراق واحد ولكل العراقيين؟ أستاذ محمد يعني استترجم الناس تحكم العراق من 2003 وهم أساس الخراب بدمار العراق وتهجير العراقيين وكثرة السجناء وتدمير الزراعة والصناعة وتدمير الثروة الحيوانية، فاستترجم الناس حرموا البلد ودمروا البلد من يكونون هيك قادة ناس لازمين العراق ولازمين يعني زمام الأمور بأن هم في السلطة، هم كلهم كذابين. السلطة شكرا أبو عمر، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة ونعتذر منك لأن الوقت شارف على الانتهاء. نقرأ رسالة سريعة هي مناشدة أيضا وصلت من أحد الأشخاص، يقول السلام عليكم، نحن طلبة المجموعة الطبية قسم طب الأسنان المرحلة الثانية، نناشد وزير التعليم العالي نعيم العبودي بخصوص قرار شرط النجاح. يقول احنا ابنائك الطلبة، قرار شرط النجاح باطل بالنسبة لنا ونحن الطلبة أصبحنا ضحية هذا القرار بسبب إهمال الدكاترة للمادة المطلوبة وعدم إكمال المنهج بشكل دقيق. وبالنسبة لجامعتنا من تخلص المنهج ونزلت لنا منهج جديد قبل الامتحان بأسبوع، وطيلة السنة كانت تمشي على منهج هي مسوية الجامعة، من وصل الموضوع أنه ما راح يلغى شرط النجاح وقربت الامتحانات نزلت منهج جديد والمطلوب أن درسه بأقل من أسبوع. نفس المشكلة تقريبا، مشكلة الزهراء. طيب ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الانفوغرافيك في هذه الحلقة. تمر اليوم الذكرى 35 لانتهاء الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات، وكانت شرارة الحرب قد بدأت في 4 أيلول من عام 1980 عندما قصفت إيران المخافر الحدودية والمدن العراقية قبل أن يضطر الخميني للقبول بالقرار الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في الحرب بين البلدين. دعونا نتابع الانفوغرافيك الآتي. مستمرون معكم ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، لكن هذه المرة من فقرة الهاشتاج على منصة اكس تويتر سابقا.
مع وسم يوم النصر العظيم. عبد الله يقول: الرحمة والخلود لشهداء القادسية الأبرار، نقف إجلالا واحتراما وإكراما للأرواح التي زهقت دفاعا عن تراب الوطن من الطامعين الغزاة. لدينا تغريدة من هديل تقول: يوم النصر العظيم، يوم كان العراق درعا وسدا حصينا للأمة العربية ولإخوانه العرب أبطال القادسية، دمتم أهزوجة فخر في قلوبنا وعلى جدران ذكرياتنا. حسين يقول: تاريخ لا يمكن أن ينسى، به تجلت معاني البطولة والرجولة وحب الوطن، رحم الله شهداءنا. وفردوس تقول: يوم الأيام الخالد 8/8/1988، رحم الله من سقط مدافعا عن ثرى العراق وتقبله الله شهيدا في جنات الخلد، لن ننساكم ما حيينا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.